تحية لأخونا أبو الفراشة الحجي راح يصلي بجامع القزاز، واحتمال يصلي صلاة العشاء والمغرب والغفيلة والتراويح وما في الدمة، وراح نبقى احنا محاصرين هاي نومتنا والدنيا مطر. وصاحبة اخوتنا شنو المطعم؟ كورنر. مطعم كورنر واحلى رماج، يعني شو وقت يطلع من الصلاة ما ادري. حاصرني حصار اقتصادي والدنيا مطر وحالوب والرصيف عالي والعالي وجه الله كان نزلنا منه. اخونا ابو البرنس الفراشه الله يتقبل صلاتك، واني محاصر منتظرك حتى لو منها صلاه الفجر، فلكت الله تجي من الجامع. الله يتقبل صلاتك واني محاصر يا عمي، الله يتقبل صلاتك.